الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس السادس من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. والفعل ضربان، مبني وهو الأصل، ومعرب وهو الفرع، والمبني نوعان. وحنكسر جره باب الإعراب باب كيلا، ما دام الشيخ باب الكلام وباب كدكته باب الإعراب مركا وحشاخ وغه لدور مسأله. تعريف الإعراب، إعراب كقيحدي سولي من حق استلاحة وحال إعراب إنا إلا بيهن الاسم الصالم من شبه الحرف. اسم يكرنا بعد قال حرف وشبهه. إيوه الفعل المضارع الخالي من النورين. كذب حوكها اللي وأجرومي أولديرها البناء بناها نوكها اللي. هل كان هذا وحالها لا فعلك مركي لفيري من جهة الإعراب والبناء. فعلك وحا أصل والبناء وحكم الفعل البناء وكيما واحدة شنطة إنه قاضني حكم الفعل البناء وما جاء منه معربا فهو على خلاف الأصل. أرنتي وكالا وحي والفعل فعلك ضربان نوعان لبا نوعوي مركي لفيري من جهة الإعراب والبناء. والفعل فعلك ضربان أي نوعان لبا نوعوي أحدهما لبا نوع مد كمد مبني وي ينا الله. والفعل فعلك ضربان لبا نوعوي مبني مد مبني وهو مبني والأصل ومد كأصل كا بالنسبة للأفعال. الأصل ومد كأصل كا في الأفعال أفعاش وحا أصل بناء. لماذا معاني بدن وكل دوان بيسقادنين معاني بدن وكل دوان بانكو إيمانين ساسا مركا فعلك وحا أصل البناء لأنها لم تعتورها معان مختلفة. والفعل ضربان مبني وهو الأصل في الأفعال لأنها محايا لي لم تعتورها بعدين لم تعتورها أي لم تتوارد ولم تتتابع اسكمرها راعين وكما سؤالورين كما إيمان المعاني معاني مختلفة كالدون وتفتقر أباها في تمييزها كالسعيد إلى إعراب 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 كوحا لوغو بهاية شيء معاني بضان كل ميس إنو كالصوع على طبعا مركا أفعاش أرنتا كما سؤالورين. والفعل فعلك ضربان لبا نوع مبني مبنئه وهو مبني والأصل ومدك أصلك في الأفعال أفعاش أصلك ومعرب معرب وهو معربك الفرع ومدك فرع فرع الفرع ومدك فرع هو لجريانه وحوك صعدا على خلاف الأصل أصلك سي خلاف سي. والمبني مبني نوعان لبا نوع أحدهما لبا نوع أحدهما لبا نوع مد كمد الماضي وفعل كماضي وبناؤه بنه سنة على الفتح وبناؤه بنه سنة على الفتح كردي كركي وهذه فير حدا وحوك فعلك والله من نوحرت حاجة إعرابية بنا مركي الله فيريو مبني يا معرب مبني أنا أصلا كذب حوي مبني يبقى الله من نوع وماضي يا أمر ماضي يا مركة هل والإسكوة فقسية إنه مبني هي والإسكوة فقسية فعل ماضي إنه مبني وهو أصل الأفعال بأن الأفعال شميتك أصل وأصل سوى ماضي أس ماضي هو أصل الأفعال الماضي لكن واحد الإسكوة قبتي مسألة جرتاء
مبني على الفتح مطلقا مركز مبني على الفتح مية مسه مبني على الفتح والنقاني مبني على الضم والنقاني مبني على السكون والنقاني حركة سارم بالغو بنينا بسرين توحيليهن ومبني على الفتح مطلقا ومركو ضربو يسير لير بني وحاليو مبني على فتحة مقدرة فتح هذا قدرا على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة عن ضحك ومركو ضربت يا ضرب تو يا جلس تو يا فعل تو يا اكلت اذا واحد مبني على فتحة المقدرة على اخره منع من ظهورها وحامنعي وحلا ضاهدا لدفع كراهة توالي اربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة هل كلمة عيالا معي أفر حرف وحركة سنين يكون كل ما وهذا ضربت يا ضربت يا سهلا وقروح بضن ضربت جلست يا ضربت جلست يا دوغ انا كو سهلا قروح بضن سكوك سوما مرق وحيدا ولدفع كراهة أربع لدفع كراهة توالي أربع متحركات أفر حرف وحركة سن إن الحليلان بالنعي فيما هو كالكلمة الواحد هل كاسو الضضاء سمرين يكو حيث أن مركز مبني على الفتح مطلقا سواء كان الفتح مقدرة فتحة أو فتحة ظاهرة ساسا لليه كوفيين تو حيث ما يساس معه وحصارا بالله بنين مبني على فتح الله بجير بو يهي دهن مركو يهي وحبا آخر كسلاحي لسنة سيدة الضربة أكلا إيا مركو يهي معتل بالألف وفتحة مقدرة دعا رما أوكر غزا مركو ضمكو بنيسي وحان لهي النوع دي مبني على الضم مركو سكون كو بنيسي مبني على السكون وضضو شيخ هذا مري تاسوا وضضو كسعوا على طريقة الكوفيين إسكاجر مرك وحوير والفعل فعل كي ضربان لبا نوعي مبني مد او مبني اه وهو مبني الاصل ومد كاصل في الافعال افعاش اصل كوا ومعرب مد معرب وهو معرب كالفرع وفرع وعلى خلاف الاصل بوكو صعدا والمبني مبني نوعان لبا نوعي احدهما لبا نوع مد كمد الماضي وفعل كماضي وبناء بنيس على الفتح بو مركا على طريقه الكوفيين هذه لو صعد أحوال فعل الماضي أما أنواعه صدح بيقار كديان قارنا أفر أفر يصدح من المكلة جنان حلا بربا مرنا لبلا قاترنا مرة حل كوة صدح يروحيد مبني على الفتح فتحة لغوب بنين سواء كانت فتحة مقدرة أو فتحة ظاهرة حلا بربا كوضا دي مركب مبني على الفتح حلا بيكاترين فتحة ظاهرة نقطة ضربة أما مقدرها النقطة ألف كمركو كبك ويدعاء يا رما حلمبر مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة ضربوا مبني على السكون الاتصال بضمير رفع متحرك ضربت كوى أفر تيرنا فتح هذه بالا كراترنا وحيدا مبني على وحاوي مبني على فتحة ظاهرة اللمبر مبني على فتحة مقدرة اللمبر كلام اللهم نقول موكت يا مبني على الضم يا مبني على السكون مركا احوال فعل ماضينا وصدحها هديك الافر بعد كلي وفتحات كلا ترنيس فتحه ظاهره يا فتحه مقدره ارنت كلي مهم كمركو فتحه مقدره نقونا فعل كماضي وهلمر واذا كان معتلا بالالف الف ضوكبك بس فقط وو كمبكوض فعل ماضي معناه فتحه لو مقدره وو درتي يا درتي انا فالحل وما قدر ها وغي بدو بابا كامل بدو بدو دو هي بدو نقل بدو ها ممن على فتح ظاهر ام بلدي سروا 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 وسرى مريو سروا وسرى مري سيد بن نقل يا دين او قرن رضي الله عنه رضي وحالي عن ابي هريره رضي الله عنه رضي فعل ماضي قديم مبني على الفتح فتحه ظاهره
لا محل له من الإعراب مركا الوله مركا فعل ماضي معتل بالنقضة وفتح له قدر ومعتل بالألف دي بس دو ألف كبك بس أحدهما اللبضي النعمد كمدا الماضي ويو بناؤه بنيس على الفتح بو أهاضي فير فتح هذه موسى كالقاد أغوهد فتح ظاهرة هي مقدرة سوق لي سعد مركا فتح ظاهرة ضربا نحو ضربا ضرب فعل ماضي مبني على ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفتح هذه ظاهرة أكل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب جلس فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب واي فتح مقدرة دين قدر هلا مربو كوضلي رمى ومعتل بالألف بس ألف مركو كبو كلي رمى فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر غزا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الالف منع من ذوري التعذر سعى فعل ماضي مبني على فتحة مقدر على الالف منع من ذوري التعذر الا اذا اتصل انه لحل مهم به فعل فعل كي ماضي واو الجماعه تبع لحل فيضم ولقدي فيضم للمناسبه مناسبه درت فيضم ولقدي نحو ضربوا ضربوا فعل ماض مرك على طريقة الكوفيين كسرنا فيها ضربوا فعل ماضي مبني على الضم مبني على الضم بعد حركات صار كبيرة مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع جلسوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع وايه أكلوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع حال كان مركز سؤال بعض الربائنا صوب بعد وحين نقص ومري وحلين جري ها ملاحظة الإعراب وحال يهدو وجماعة الله حليل الصد فعل كماضي ما قبله سواء لقذه لمناسبة الواو وذن درت سيدا ضربوا أكلوا قتلوا جلسوا صاموا فعلوا قاموا مركوا حالي أو محال وصمين اشتروا بالأرك اشتروا فنادوا دعوا دعوا هنالك ثورة واتقرنس وصوم مركوا مركوا أنا حل السام بعدين كربا إنان اشتروا لما دهن اشتروا لما ده دي لنا عارين كلا بنقنس فنادوا ولا تحين مناص فنادوا لما ده فنادوا دعوا دعوا لما ده وهو جمعين ما شوية وهو جمع المحل سلوه إلى الله إذا اتصل به إيه وهو الجماعة فيضم ما شاء هذا يربو كاقة حلي ما وحير لكن يدو آذو فافاصا وحكو قرأي ملحة العراق هذا هو استوى وير حلي عير وما نحو اشتروا فلا اصل فيه اشتري بركو كو حلينا وحوغا لكن سفي عن فاكيه عقوب ممح ملحه الاعراب كشرح فاكيه فاكيه كشف النقاب الا اذا اتصل انه لحيل مبين به فعل كماضي واو الجماعه فيضم ولقد نحو ضربوا للمناسبه مدنون اد الرجح شيء عثيمين رحمه الله تعالى ولماذا المعاصرين تأهوي بريد أويد انت رحمه الله تعالى وهذا فن وسوح كقر المجرين غالبا تفسير كوحوك قرأ أصول التفسير الكتاب مرجع إلى جامع هذا لو قلت ولا أصول التفسير حديث كوحوك قرأ مصطلح الحديث كبيقوني هذا وشرحي مركا فقي أصول فقي وهوله سي اللغة العربية قواعد غالبا نوحينا انقاركونا وحيبا نحن جميعا انقار غالبا سيدابا كتبتا وكتب اللي في معه نادو اللي في الجودد ويكسي بضان لها قيمة وكتب سيدانا وكالو اسكدو باي عشرة ودو اردو سيناي ومبا ماركو لنتي رحمه الله تعالى ومؤسسة اللو السمين مؤسسة الشيخ لو بيحش محمد نسالع الوثيم مؤسسة دي ماركا داد باي لقي سنة عشرك ويقولون تفريغ وحلا ده هيكو سمين تفريغ والله شبع مر دقي سنة ننكو حاليا انتنا وكلا سواء آخر سواء دقي سواء دقي سكان حلا تحقيجيو هدو تكتاب بالا قسم مركا أرهم با مرمار دعوة
كتابك وحالقه عاشر كمالمين وصيد اللي ربي قضوا من موت هذا كتابته دبي إلى التفريغية وحكم قيام وحكم كتاب حاجر أجرومي نظم الأجرومي هاي إنك توص وحالنوسو قال كتاب كان عمري دقة لكن نظم الأجرومي هو بدنيا علماء بعضهم بعض نظم يكسر من مركة نظم الأجرومي يقول له حاجر إلى الدرة اليتيمة الدرة اليتيمة كاس مركة دور بابا مقام باوكا دمبو دمبو مقيه باوكا رسفي عم وشرح الشيخ لكن ويكو علامين وحيقوليه انتي عناكو عن هلا انتاوا من باب الأمان العلمي ويموكتو حسكيك مدري كرت مركة وحيالها وشرح وحاكم أجرومي قاعدة ذا نوقات وليه وحاسة هلين اللي يضربوه فعل ماضي مبني على الضم روح الضم هذي بقى أمه قطوي وحبايا اللي قدرها مبني على فتحة مقدرة وحا محاكو قلنا ضمضنا أراكتو قاعدة مهمونة شيء غفير وحوية البناء وحا اللي اسكوءوغا إن لغو بنا حركة ذا ماشا سارا صمع قام فعل ماضي محادي مبني على الفتح صمع ها قاعدة وحاوية البناء شيء إلا غبنا على ما كان عليه حالد أكسوين مركو حيث ضربوا فعل ماضي مبني على فتح مقدرة محاوك وقلنا يدبك ضربوا فعل ماضي مبني على الضم لاتساله بواو الجماعة له واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع أو اتصل وحاله إلى به فعل كي ماضي ضمير رفع ضمير رفع متحرك حركيسا فيسكن والرهيب ضمير رفع مركوي متحرك لا شيء بك احتراز يا لفيرة مركي لي ضمير رفع وحكي احتراز ضمير نصب ضربك وكل ضربك ضمير لحظة لكن ضمير نصب ومفعول به كافكس مركة ضمير كان لرفع ضمير رفع وضمير فاعل فاعل أما النائب كيسو نائب فاعل ضمير رفع قوح لك وضواسع فاعل أو نائب فاعل متحرك مركو يرين وحكي احترازال ضمير رفع ساكن أجل ضمير رفع ساكن وضربا لبذي مغنين ويقراع ضربا قالا وحيدهن أكلا ويعنى كضمير رفع ووية فاعل واية لكن وضمير رفع ساكن كامكينا يو إن فعل كي للرهب كامكينا يو فعل كي ماضي إن للرهبه نوحرنا فعل كي ماضي إن للرهب وضرب تولي كالا هي ضربا فعل ماضي من على فتح لا محل من الإعراب ضرب أبو لم دي حق إعراب ولا ألفنا فاعل مالي ما من على سكون في محل مركب مركو ضمير رفع متحرك كله سائقه ضمير رفع وكي وحال ضمير رفع فاعل نقنا عملنا فاعل نم ضربت ضربت مركي لا ضربت والله كلام مجهول كما هو تجدون ضمير رفع وانه فاعلي هلا قوله عملنا فاعل مركو يري مركا ضمير رفع وحكي احتراز ضمير نصب وضربك متحرك انه وحكي احتراز ضمير رفع وحاجره ساكنه سيدا ضربا ضمير رفع متحرك علماء قال وحي كسو كوب جنا تونا باي دي جنا تونا تونا وحا لغا ودا تو دو وحي اسلا سو غلي ضربت ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن انت اسو دو وان تو موكت اما تو ده اما تا ده اما تي ده وان تا تا فاعلو نار وحا لغا ودا ضربنا سلاما taadi markii hal laga tiri marka waxay dhahan tu na na waa saddexaas markii la soo ko tu oo taayalkii oo dhana ama darabtu hanqata ama darabta ama darabti ama darabtuma ama darabtum ama darabtuna taadun baa la raba wa na ana waxa laga wada darabna nuunu nisbihi darabna naana waa kan oo yaalo darabna مارك واحد ضمير رفع اللي يقوله مارك إلا صوك وصدح واتا ينا ينا مارك واحد دان تو نا نا بيدان تو نا نا ساسا لك بوضر تو ذا وحي يتاوى نمبا ترسانيس قال واحد دان أتا ونا الفاعلين بيدان أتا ونا الفاعلين
فاعلك النقنا يا الله جوا أو ما سيتصل وحال حيله به فعل ماضي ضمير رفع ضمير رفع متحرك حركيسا فيسكن والرهيب نحو ضربت ضربت فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وتاء فاعل ضرب مبني على الضم في محل رفع وضربنا الواو حرف عطف ضربنا فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك ونا فاعل مبني على السكون في محل رفع معانا كم مقر هذا معانا كم مقر نسدح على الرئيس وما معانا كم مقر ضربنا نونكي كريم هوست كود يفير ضربت مركو كويل ضربت فير ضربت كبلو مثلث التاء تاء دي سد حركه سي محوكا وضع ضربت قد ضربت كردك ضربت هوستك واحد دمبي دوني هلا حيل تاء ما لا رموكت تو تاء تي دي مويموكت مثلث التاء تاء دي سد حدي حركه قادنس وضربنا باسكانها الباء ومثل وحال من النسوة ضربنا ما قرأت وقت مركة تؤنا نا دواسا تؤنا نا ما بعد قاعدة في عنين هالك ركودي فغرج سيدة وحيدة فيرا حتى هالك قاعدة قوة وابرا الجنة مر وحيدة كتبت النحو ذا نوحا لوك لك هذا مختصرات كوا أفكا قاوانا مختصر هي متوسط هي مضولات كواكب كو خو كجرا متوسط كو دحدحات اجرومي كو يري رماها الفيها يا شراحيس وحي دهان مركا كتبت النحو ده المتوسط قال حتى وحي ده مدورات كود قاعده النحو وقواعد كمتفق ام مشهور ك ان شرح كواكب كو قرين قلم او شرح مركا وشرح ادو فائده بدن كواكب قاعدة نحو أبا وحيدها قلما إنه ست تفصيل أشياء يا إنه إشارة قاعدة بالنحو هديت هذا متفق أما مشهور تا ولو مختلف كذا بدن نحو ذي وإلا وإنه شيخ الشيخ أما صفة فاسرها وشيخ أما سي إشارةها وشيخ قواعد النحو ذي أنت بدن كتاب كاسك وقرأت كتاب كاسك ميت كلا كتاب كاسك ركتان صدح كتاب واي صدح كتاب تاسنا إني نحل معنو صدح كتاب واي مدوى متممة الأجرومية متني قاسو متني قاسو شيخ حضابة إسكالة من وحاوة يشرح مقعوك عام بحو كواكب كوا شرح مد كلا إذن لجرة أولي راهدو رقا غار واوتان وكان منحة الواهب مثل اللي يراه ذو منحة الواهب هل شقوق بتاع المهم يسا وحي كواكب كقصو أروري قبيعة أيو اللغة دي سنة شيغا إعرابانا انت أسوي سو هل شقوا يسو مثل منحة الواهب كله يسو شرح شواهد الكواكب بل كواكب كوحا لغوشيغو لكن قبيعة قبيعة وحي كواكب كلغوشيغو او غباي اي لبا شقو كو قبتا ميد اللغه ارياده ادغو فسيره ميد او اعراب كدي بو حتا و خو دي حدي لا غرانايه غباي نينكي يري القائل هبل البايري موضن شاهد وجيدده لو كان غباي موضن شاهد صدحاس اسكو جرا كتاب مركه فا ماتريغي او متممه الاجروميه كواكب كي او شرح iyo kitabka asminhatul waahib ko wixii kawaakibka lagu sheego gabay ah sharaxa i'raaban marka saddexdaas wa inaka waxaan u maleeyn labadeena waa inaga maqayaan u maleeyn ah minole waahib minole labadeen مالا زوما ضي وبناء مركه وحير في هذا هاستي مركه فخرج بضمير رفع محابه حي انت نشر حيس ضمير النصب سو مالها كضربك ما شواك بحدك
وبالمتحرك مركي لينا محابه ضمير الرفع باجر اساكن ريبا نحو ضربا ملاركة. ففي هاتين الحالتين لوضن حال بني وحال بني على الفتح الذي هو الاصل فيه أك. او اتصل وحال حري به فعل كماضي ضمير رفع ضمير رفع متحرك حركة سوف يسكن والرهيب نحو ضربت وضربنا وضربنا كدر. وثاني كلبات فعل كلبات مبني على الامر وبناءه بني سنة على السكون بوها نحو على السكون قرم فيرها نحو اضرب قرع واضربنا قرع فعل امر فيره ورت يسوي انه مبني يهي انه مبني يهي ورت يسوي وحكسو بالعبنا فعل امر وجوده وعدمه على السكوحة كو ما يشاء سكوح بالعبنا فعل جرمية مسمى جرم بسرين تو حين وفعل جرى ماضي سوء جرى ومضارع جرى فعل امر لها جرى واجرى بين افعالهم ثلاثه في الواقع ماض وفعل الامر والمضارع واجرى بين بسرين تو وحين ما هو جزء مقتضع من المضارع ومضارع كمية وحده فعل امر ما بجرينه تامركي لغا سو غدبه فعل امر وجرى مركي ليماد وما بنهرت وأحوال فعل أمر مرك إنه مبنيها قرنا وما قح على ديش وصدح علماء قارة أفر بينه علماء صدح يروحين مبني على السكون سكون بالو بينه لوا شرد هذيل لبو إن كان صحيح الآخر آخر كسوادو فيويه معتل وصاحب صدح حرفنا وكجر هذا اسم ألف وكجر هنا وهو كجر هنا يار وكجر هذا ولم يتصل بآخره شيء آخر كي سوحوي الله حرير إنه حال جوضا آخر كي أفعال خمسة يصنقون وحال الأولى ولم يتصل بآخره شيء وحاوي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاض وياء المؤنثة المخاض ولا بضع عشر دو حالة دكو فعل أمر وحدي ومبني على السكون لا بشر ده إن كان صحيح الآخر اضرب وصحيح الاخر باع وضم كل صحيح العقوم ولم يتصل باخره شيء او افعال خمسه يصنقون نو الف افعال خمسه وحي اللي وق قرنا يسال حرير الف الاثنين واو الجماعه ياء المؤنثه المخاضه لبضع شرد هذه لفعل امر ومبني على السكون حاله دكوبه حاله ده لبعض مياه وهذه مبني على حذف حرف العله ان كان معتلا حرف علة وهذول حرير مبني على حذف حرف العلة حرف كجرنجو مبني على حذف حرف العلة إن كان معتلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ارمي اخشى وحالات الله مبني على حذف حرف العلة إن كان معتلا حالات صدح مبني على حذف النون إن كان من أفعال الخمس أفعال خمسة ضوءها مضارع سها وحاوي سانا وحادي مبني على حذف النون علماء قارنا وي بسالانا وحيدا والأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه والأمر أمر يبنى وحال غبنا على ما يجزم به مضارعه مضارعه هي الوجز من جلس وما قرس صحيح الآخرة ضوءها سكون سماه فأما السكون فيكون علامة في الفعل المضارع يا الصحيح الآخر لم يضرب صمان اضرب ليس معتل كيويمو لم يخشى لم يدعو لم يرمي صمان ادعو يخشى ارمي افعال خمس حذف النون لم يفعل صمان كان يفعل والامر مرك يبنى على ما يلزم به مضارعه بالله وثاني حالات افراد باصوحن حالات صدح والاسلقر صدح اهل بيت بكل جمعي نقطه كتب توحى النظمي اللغه وللحفظ والايجاز بينه ان لا حفظيه والايجاز معلومات انه يكون سوكو عمريد وهل بيت بكو كل مي فعل كامر حالته سوى وهي والامر مبني على السكون او حذف حرف عله او نون والامر امر كي مبني على السكون ما لغو بنين او حذف ان كان صحيح الاخر ولم يتصل باخره شيء او حذف حرف عله او نون حرف عله كجو هدو معتليه نون تكجو هدو افعال خمسيه والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون وثاني فعل كلباد مبني على الأمر وي فإنه مبني ومبني يشرح في
على الأصح عند جمهور البصريين بصريين بدن كود أكت وبناء بنيس على السكون بو هذا إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء نحو اضرب قراء اضرب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب اضرب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت اضربنا قبل أيه قراء اضربنا اضربنا فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب ونون نسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع إلا إذا اتصل صدح ذي حالة بوكالة مبني على السكون مبني على حذف حرف علة هي مبني على حذف النون كأفراد وحاوي مبني على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد فتحة لغو بنين فتحة هذه نون التوكيد لحدين مريدون شرح قدرة أكتوبان نقبل دي أكتوبان نقرأ وقرأ يا هندات وثاني كلبات الأمر وي وبناء بنيس على السكون ريب كركي أبو هذا النحو اضرب واضربنا ويضرب قرع واضربنا هوينه قرع إلا إذا تسلى إنه الله حديده موين به فعل كي أمر ضمير تثنية لبا ضمير كود أو ضمير جمع جمع ضمير كي أو ضمير المؤنثة تيد دين ضمير كي دي المخاطبة لله فعلى حذف النون النون تهل حذف ده نحو اضربا قرع واضربوا قرع واضربي اضربا قرع لبدي لبوي لب واضربوا قرع رجي نبضا واضربي قرع قبلية وإلا إذا اتصل إن الله حدين مبين به فعل كي أمر ضمير التثنية لما ضمير كون أو ضمير الجمع جمع ضمير كيس أو ضمير المؤنثة تي لدينا ضمير كذي المخاطبة إلى الأهل في حكمه مياه على حذف النون النون تهل حذف النحو إضربان اضربا فعل أمر مبني على حذف النون اضربا فعل أمر مبني على حذف النون وألف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع اضربوا فعل أمر مبني على حذف النون اضربوا فعل أمر مبني على حذف النون واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع اضربي واضربي وهو اسك حرف عطف اضربي فعل أمر مبني على حذف النون وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع حالة دي لبعضه حالة دي سدعى وإلا المعتلة إنه النقض مد معتلة آخر كيس حرف علة وقدم به مارك يسوى صدح دي حرفنا وقب كان حروف العلة الثلاث ألف يواو ياء صدح وإلا المعتلة إنه النقض مد معتلة جرا في حكمه مياء على أحد في حرف العلة حرف علة هلقين نحو إخشاء عبصاده ألف باقو عن ألف إخشاء فعل أمر مبني على حد في الألف بعد مركز إسكاكوبيس عديك لا إخشاء فعل أمر مبني على حد في حرف علة من آخره وهو الألف والفضحة قبلها دليل عليها أغزو فعل أمر مبني على حد في الواو مركز إسكاسهاليس أغزو فعل أمر مبني على حد في حرف العلة من آخره وهو الواو وضمته قبلها دليل عليها إرمي فعل أمر مبني على حد في الياء إرمي فعل أمر مبني على حد في حرف العلة من آخره وهو الياء والكسرة قبلها دليل عليها والمعرب مياء مارك حالة دي أفراد نواد كدر سنة أو اتصل به نون التوكيد بالله حرية نحو اكتبن 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 فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب اكتبن فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب سيدي هذا نون التوكيد نون النسوة كلا قرأ نون التوكيد وحرف إلي أعرف تمالك صوت كو أعرف نون التوكيد وحرف أما ثقيلة هالنقض هالشد مو أما خفيفة هالنقض نون التوكيد وحرف ونون التوكيد حرف لا محله من الإعراب يسوي حاجة اسكنه نون النسوة يسوى اسم وضمير وضمير أفعاش المركو الله حليلنا يضربنا يضربنا وفاعل وفاعل واي مركا نون النسوة يسو وضمير واسم وضمير ومبني وفاعل مركا واسم ضمير اسكدي نون التوكيد مياه يسو وحرف حاجة اسكدي والمعرب مدك الله إعرابا من الأفعال أفعاش حاجة هذا المضارع وي مضارع كلمة ضارع يضارع ضارع وشبهي وي
مع مضارع لو بعلم سمي مضارع وحيدا لمشابهته في الاسم اسم وشبهي لمشابهته في الاسم وفعل ككري معرب كا مركو النقطة الخالي من النون مضارع من كل نون قد خلا مضارع من كل نون قد خلا بليدن خلا مضارع مضارع مركو افعال شي مبني كان يقول خلا مضارع مضارع كسر خلا حرف الجر قد خلا مضارع سو قد خلا هو خالك النقضي من كل نون بيتك او حكوش خلا حرف الجر يا خلاء فعل ماضي ان الخلاء وكاهد مره حروف الخفض يا كترس خلاء عداي حاجه سمه مره فعل بقى مره وحيه خلاء مضارع خلاء حرف جر مضارع اسم مجرور بخلاء قد خلاوي قد هدم حالوي قد افعاش يقول لي سمه خلاء مضارع من كل نون قد خلا قد خلا هو مره فعل ككليه معرب كا ومضارع مركو نقول لك الخالي من النونين لون وإنه خالك نون التوكيد ونون النسو ها نون التوكيد ونون النسوة والمعرب مثل كلا إعراب من الأفعال أفعاش حق إذا المضارع بشرد وحال شرد الله يتصل إنه صلحي به فعل كمضارع نون الإناث إن الله حرير نون الإناث سقى المباشر لما الله سيدي سوى مباشر سقى بس كا نون التوكيد كل لكن شرد باكو حنا ولا نون توكيدنا إن أنا لحرين نون توكيد كالمباشرة لباشرة هي ها نون توكيد كوحى شرد فعل كمضارع إن اسكو حقا إن ها هدي نون توكيد كفعل كمضارع وحكالا نحقل فعل كمضارع من عربو نقنا داد بلا ما أكو ورأي مالاس ولا يصدنك صمار يصد نون بار الله حير نون التوكيد هاي وانا قد انت قاعد ما حي اهان لهي ان القران سوى اسمه بدلها هدي عربي له ولا يصد بين نقول الله سماه بحان الليل ولا ها يصد النك اعلال با ميشن جرى اسكو بي حيقان لبدا الحر لا توب لا ون سوال ولا تتبعاني واي وحاك لو جري لتدخلن المسجد الحرام لتدخل لام جوا قدام سما ما لها كوجا جوا المرك لا هذا كوجا جوا ما لها اسكج ما لها اسكج نون التوكيد كي فعلكم ما حرينا وعماشا إعلال بعجر ولا دوينا ولا دوينا فلا يصدنك عنها يا ولا يصدنك بعجر سما مرك أرنتا إسكجر بالولة أرنتا إسكجر أرنتا إسكجر والمعرب مثل الله إعلام من الأفعال أفعاش حق إذا المضارع بشرد وحال شرد الله يتصل إنه صلح به مضارع نون الإناث لدي قنوتيس ولا نون التوكيد نون التوكيد المباشرة لا باشرة لفظا أو تقديرا لفظي أهان أما تقدير أهان نحو يضرب وي مضارع عادي هوا نحو يضرب وي وحلا حين استدمجر يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ذوري التعذر كاو وحلا حين استدمجر فإن اتصلت هذه الله به فعل كها مضارع نون الإناث ندق نونتيس فير هذا نون تر نون الإناث نوالة نون النسوة نوالة لا فرق خاص بكو شيء خاص بو هلك أكون وحيد ويعبر عنها وحلق عبر عبر نون النسوة فلا فرق بينهما وفرق وما الحي فلا فرق بينهما شارح خاص ولا الأول أحسن نون الإناث كاسيف في عم لشموله غير العاقل انه شمله لون الناس قاسيه في عمرو واسكم الله فاين اتصل هذا الحين به فعل كمضارع وحال حين نور الاناث الذي جنونديس بني والله بنين على السكون نور الاناث كن روح نقني اما نور النسو فاعل فاعل والوالدات يرضعن
الواو بحسب ما قبله الأسيدي سبرا وو هضات وو هدو كو عدان واي وركيس سي هذا خلد يقل وحال الواو بحسب ما قبله ويحكور يا فيرنا وو هدو سواتا وحاجر وو حرف عضف واو استئنافة واو لي واو المعية واو الحال واو هو البدي واو البدي هاي دي جري مبرد بيقار كوت مبرد بوه مركو لمن يحير وها أنا ذا أموت وفي نفسي شيء من حتى وكوات لمن هياوي ولنا حتى وربا يجري حرفك حتى ليه ها وها أنا ذا أموت وفي نفسي شيء من حتى المركة إن حتى وحصل يسوع حتى مطلع الفجر يلو حكر لي يسوع حتى يرجع إلينا موسى حتى المركة وهو البلد ما قرأ مركة هول بالغ الصمر هول مركة ووج يفاد مركة يكون عدان والواو بحسب ما قبله الوالدات ومبتدا يرضعنا ويمرات كأنه فين هذا محل شاهد لا محل معمل لجمنا الدقمة يرضعنا فعل مضارع لم يبني على السكون محا السكون لو بني نون النسوة على حليب يرضع فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل مبني على الفتح ونون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفعين والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا طيب وين اتصلت هذه الحديد به فعل ك مضارع نون التوكيد نون التوكيد بالحين نون التوكيد نواسك حرف الصوت نور التوكيد كي المباشرة لا باشرة كحية لفظا أو تقديرا بني وحاله بنين على الفتح كرنك بالغ بنين بني وحاله بنين على الفتح وين اتصل هذا إلا حديد به فعل كي مضارع وين اتصل هذا إلا حديد به فعل كي مضارع نون التوكيد توكيد كنون تيس المباشرة لا باشرة لفظا أو تقديرا بني وحاله بنين فعل كي مضارع على الفتح كردك ونون توكيد حرف وين نحو لا يسجنن اللام موضعة للقسم بينهما اللام للقسم هذا اسك سوكوبس يسجنن فعل مضارع مغير صيغة ووحمه وحيدها يضرب اسك هذا فعل مضارع مبني للمجهول مركي لا اعراب صدح سبيده يضرب فعل ماضي مبني للمجهول يضرب فعل مضارع مغير صيغه يضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعل مركو عربي صدح وضبوا امركرت صدح وضبا قران مركو يا وحيده وخلق الانسان خلق فعل ماضي مبني مركو وحيده خلق فعل ماضي مغير صيغه وحيديده مبني للمجهول الا الله مبني للمجهول مغير صيغه حركة بل بدريو خلق ماضي خلق ماضي كلو مغير الصيغ مركب مبني للمجهول مرة مركب قرآن كل الجو أما عربي لفظ مركب إسكية ضرب فعل ماضي مبني للمجهول ضرب فعل ماضي مغير الصيغ ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فعله واي قرآن كل لكن وحي كداية ها إن لي مبني للمجهول كاس لا يسجنن الله موضعة للقسم يسجنن هو سوكا دفير يسجنن فعل مضارع مغير الصيغة سمر شرح وقوقة يسجنن فعل مضارع مغير الصيغة مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب نائب فاعل كنا وضمير مستتر هو وي ونائب الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على يوسف لا يسجنن ولا حبس هو نبي يوسف رجل إسلام تقول دين إسلام ولا يكونن أحوهان تنوى نون التوكيد وخفيف الواو حرف عطف لا يكونن الله موضعة للقسم يكون يكونن ويكونن ولا يكونن وهذه يكون فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الخفيف ونون التوكيد حرف لا محله من العلاء قارة وحيكون دلال والألف منقلبة ولا يكونن ألف بقول لك تسمع والألف منقلبة عن النون التوكيد الخفيف
علماء القرآن كرسمي سكها لنا وحيدها قال يعني عبد الفتاح السبتوي معلمين تبقى أن لجوا القرآن دي إنا يصدح هاي يا إنا إن فعل لتو فعل توين لما حريصة تصمعين يا اللي سكوك فعلا التوين خاص بالأسماء صمعين قرآن كإنا إلا باقه إلا باقه يا إنا صدح هاي وحيدها فعل المودئين التوين سيئ ولا حلنا لكن ظاهر أهان تويسا القرآن كوحالها لا نصف عن إيه ولا يكونا لا بدا هرت واحية لا نصف عن إيه ولا يكونا أنت إنسى ده حد مجر ثم عن إنسى ده حد وحسوس المجر إن لا بدا أحايان إيه إن يصد حايان هذا يا شكي مركة علماء ذو ويد ويد علماء الرسمي ويكو قاري يكو وحيدها إن نحويها ولا هذا اللغة إذا واسكب ذي وقت قاربة وحيلين تموين تفعل ويقش أرمحنا يا كرام شاد بها اسكن نقطيني قاربة وحيدة ما ماشا تموين فعل قريب مجرى ماشا وادويني لا نصف عن ألف كان تموين سن إن ألف سوى حركة مقاتية دي عين كيبا تموين سن موقت مالك ألف بها لقوتا كان ولا يكون النون كيبا تموين سن ألف بها كوتا وحانها ناوي ان هذه الالف منقلبه عن النون التوكيد الخفيف وحي لا نصف عن ولا يكونا ماشي وحي ده توين بابا الف كان وحكي من ده نون التوكيد خفيف اصلا وكوش يا سمر الاتصال بنون التوكيد الخفيف ماركه ماشي اسكادر هاد او تب اله لغا هلو لا يسجن ولا يكون وإنما أعرب المضارع مضارع ولا إعرابي ولمشابهتي شبه دي وشبه في رهد لحو شبه للإسم إسم وشبه من حيث من حيث ما شرح قبع مسألة مهمة كجرت ماشي من حيث ما لأن كل من أركو منهم على بعض وضع كم من المضارع إسم تعرض له حوصوبا بحيث معاني معاني مختلفة تعرض له وحاوسه بنبيه معاني معاني ينبي أحد إعلال باقا ماض أوكلا قاض أوكلا داع أوكلا معاني ذاس مختلفة كل دول يفتقر بها في التمييز بين ناس الأوكلا صعود إلى الإعراب نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبر فير هذا صدح إعراب كجر اسكجر ماشي وإنما أعرب والله إعراب المضارع مضارع ولمشابهته شبيه ديس للاسم وشبه لماذا بقى لو دي مره وحي وشبه هذه اسمك يا فعل كمضارع مد بمعاني بقى كو ايمانس معاني ده وحا كل معاني كل دون معاني ده وحا كل سوقي كره الاعراب معاني ده كل دون وحا كل سوقي كره الاعراب مركة مثل بي كانت لا تاكل السمك وتشرب اللبن ليرا وصدح اعراب كو بنانانس كدنبوي وتشرب صدح اعراب كو بنانانس وفعل كدنبه وتشرب مركه هرتا مر وحي كهلا ما قضيه طبيه مثل كان ما ماذا مسوا قضيه نحويه ان هذه الفصيله لا تاكلها عن السمك ملي وتشرب اللبن عاننا ادعبته ما قضيه نحو ونحوذ مهما اسك بحثت مياه واعراب كان اوغ دلنه مسوا قضيه طبيه قضية كساب سن عافما ولما كير الله يا وحان أركيلة دخاتير تما أين الصغين وح محذورة إنه ماشي كجرة وح عبسية ونبا قضية دبية ما هي لي وحيليها دا اسكو عمت ملاي عانها دا اسلاق واحد نبا بلا هي لي داد كلو يروان تجاوين وحيدا محذور بأجرة ويران وحيدا نروحوا وكشوا معايا شبا ninkii muxuu yiri xoolo waa leeli laakiin shubaraa ka horreeyo shubaraa ka horreeyo ee ma garan marka waxay dhahaan waa lagu shumaaya waa lagu shumaaya nee shubanka marmar aad u baahray ma jirt yaa kala sooma marka horta taa waa midda horo inay qadiya naxwiya tahay naxweeliya qadiya naxwiya u kaas arrinta labaad waxaa weey laa taakul haunin laa naahiyatun liljazm تأكل فعل مضارع مجزوم بلا أنه هي وعلامة الجزم السكون وحركة بالكسرة تخلصا من التقاء ساكن لا تأكل السمك حالة وصل
وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أسما كما مفعول به منصوب وعلامة النسي فضعة ظاهرة في آخر تعلق مهلا واتا شرابا محاكو بنا واتا شرابا واتا شرابو واتا شرب صدح حكومة واتا شرب واتا شرابا واتا شرابو محاكو لنا قنا واتا شرب أدانا لأن هي أو قدرتي رب أذكو عرفيسا ولا تشرب مهلا مارك والنهي عن كليهما لماذا بها أدوان لا تأكلها عن السمك ملاي وتشرب ولا تشرب هنا عب الله بنا عانو النهي عن كليهما لماذا بها أدوان لماذا بها لخاتيرة مرسوكم الله وحا أدوان كان أدوان سوما لماذا بها أدوان وتشرب مارك عرف مارك ما يحين نقال مارك الواو حرف عاصي تشرب فعل مضارع مجزوم بلا النهي المقدرة اللي سوى قدرها أما السيدة ذات وحاوضية تشرب معضوفنا على تأكل وعطف المجزوم مجزوم إن فعل فعل والو عطفه وزيد لم يقوم ويقعد لها جرمه إنك سوى النسخة ولم يقعد إنها لم تعلو يربعانه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ها مركة وتشرب اسكوا عطف كو عطف وتشرب الواو حرف عظيم تشرب معضوف على لا تأكل وعطف المجزوم مجزوم مركا وحاويها النهي عن كليهما الله بدا بها ودوان وتشرب بصوحا لا تأكل السمك وتشرب ومع أن تشرب مركا النهي عن الجمع إلا كل مية اللي ديدا مركا النهي عن الجمع النهي عن الجمع هو ذا سمين ما لا ينتهى عنته عننا ولا عباد داو مدى صومالي ذو قرن أيام وتشرب والنهي عن الأول وإباحة الثاني كورم بالغارة كدنب سمه لا تأكلها عن السمك ما لا وتشرب لكن واحد عب وتشرب وتشرب واحد عب الله بان عانا وأضف الصعان مركة تاو حالة النهي عن الأول وإباحة الثاني كدما وقوف صحيح فيرا هذا شرح إنه كوض عركينا هوش نحو لا تأكل عن السمك وتشرب إلا منا فإنه شاني الله يعرف لما قرنكر حدان إعراب جي أن القصد يجدد إنه النهي يريبد عن كل من الأركوة منهما على وضع كم إذا علم في رادي قوني دي سميع الله كو مركي متكست لغاره بمحنه هنا اسكو عدف او لا تأكل السمك وتشرب اللبن لبضا منها ودوان او عن الجمع موحال اسكره بكل من بينهما دخل مركا هي وتشرب لا تأكلها عن السمك وتشرب ومع ان تشرب اللعب لكن اللبن أو عن الأول مكهران لغره فقد أكل لا تأكل السمك وتشرب وحال عبها إباحة ثاني انت أصدنا إلا بالحركة حركة العراب كان كو قرانين فإذا جزمت إذا كو صوت فإذا جزمت هذا جزم سوي تشرب عرف وحال قرت أن المراد وجدد إنت أنه يريبد عن كل من الأرقام منهم على بضوة كمين لبضوة بها لبضوة على سكره وإن صبته هذا كرنكت وتشرب أبات عرف وحال قرت أن المراد يجدد إنت أنه يريب عن الجمع إن لكل من بينهما لحظة ها وإن رفعته هذا قد وتشرب أبات وتشرب كدم الله فسح سمارك عرف وحال قرت أن المراد يجدد أنه يريب عن الأول وإباحة الثاني سمارك وها محاطك قرت الإعراب مرادك هالك وأما الحروف حروف مياه إلي أركت بعده إلي أركت فمبنية ومبني كلها لما أنت بلا استثناء بعده بلا استثناء وحيوبها أنت عن جرم يضع إنه وحالو إلى قاعدة الحرف لغة الظرف هو اصطلاحا كلمة دلت على معنى ها في غيرها مركة يضوى إلي أركت ما شاتكو أركت وأما الحروف حروف فمبنية مبني ويكلها لما أنت فين هذا شرح لا حظ وح نصيب لشيء شيء ومنها حروف تكمل في الإعراب إعراب نصيبكم لا لفظا ولا تقديرا ولا محلا
لأنها ليس ما هني فيها مقتضي وحكيني كربا للإعراب إعراب إيه سواتو وحاوي لا تتصرفوا ما بقيت قدون صرفي مركي اللي جوغنا وحالو ليه فير نحو ذا بقول ليه يضو مركي حرفكو اسمي قالو أما ها فعل قالو وحكو تسيابه سما صرفي مركي اللي جو حرف لا ما بسوق هذا ما بسوق هذا يسيد بالله هو مركي قاعدة ذا صرفي الله صواب بالله يقول ليه حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما فبتصريف حريص وما حرف وشبهه من الصرف بري صرف 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 بري بيبكي ما بس هو قال ايام مارك حروف ورتي اذا حق اسكت واما الحروف حروف فمبنيه مبنيه كلها ضمانت بلا استثناء وحلقه سوري مر باب معرفة علامات الإعراب الله سبحانه وتعالى أعلمكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب